مرحبا شباب، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله كلكم زينين. اليوم جيتكم فلوق جديد. طبعا اليوم راح اروح لغير جزيره وراح اصور لكم اجواء حلوه. شباب قبل ما نبدا انطونا اللايك والتعليق، وان شاء الله هذا الفيديو راح تعجبكم، واللي مو مشترك ان شاء الله يشترك بالقناه. وخلينا نبدا. وصلنا الى الميناء، هو المكان اللي بيها السفن البواخر. راح ينطون كل واحد 2 تكت، واحد للسفينة والثاني للأكل، حتى ناكل بالسفينة او يمكن ناكل بالجزيرة هناك. هنشوف شلون يصير. انطونا الكارتات على مود السفينة والأكل. عبالي راح نصعد السفينة، بس قالوا عندكم 45 دقيقة حتى نشوف هذه المدينة وبعدين نرجع للسفينة. وهسه بدنا نكتشف المدينة قبل ما ناخذ السفينة ونروح لغير جزيرة. شوفوا المي قد صافي. والله قفز هذا، شوف شوف شباب شباب، هاي شلون قفزه، والله بطل. طبعا العصير الزين لازم نشربها وبعدين نسوي جولة بهذه المدينة. طبعا راح اشتري واحد من هذا، يمكن هنشوف. اي شباب اشتريت هذا القبعة اليونانية، ما اعرف حلو ولا مو حلو، بس يلا اشتريته. من يكون الجو حار او اروح سفرة بلجيكا راح البسه. شوفون هاي دخلنا السفينة. السفينة هم بها بار، بها اكل. وهسه طبينا السفينة، هذا الدرج توديك الى الطابق الثاني. حلو والله. بعد شوية راح نتحرك نروح على جزيرة سبينا لونا. هذا على يوناني. طبعا شباب هسه وقت الغداء، راح ناكل. طبعا اخوان الاكل بالسفينة دجاج مشوي، يعني قطعة بجبن وزلاطة شربت. الاجواء بالسفينة طبعا شباب هسه حاليا احنا بالطريق الى الجزيرة. هذه القرية اللي صار بالجزيرة عندها علاقة بالدولة العثمانية. هي تقول عندهم بيوت يعني العثمانيين بنوها هنا بهذا المكان. تعرفون قبل كان اكو حرب بين اليونان وتركيا. وقفنا شوية وسبحنا، وحاليا اكو ناس يسبحون بعد. بعد شوية راح نكمل الطريق. شوفون هذا مكان القبطان، هذا يمكن يخت او سفينة خاصة.
واقف هناك ويسمعون. يشوفون جمال الجزيرة. شباب هاي ما اعرف هذا القلعة او جزيرة تشبه الاثار اللي موجود عندنا بالقوش. طبعا اللي يحب يقدر يطوف الجزيرة او يسبح هنا. اكو اثار وتاريخ عند هذا الجزيرة. الشباب تشوفون لون المي يعني فتشي صراحة كلش نظيف. وهذا الجزيرة. وهاي وصلنا إلى الجزيرة. كافيتيريا هناك اذا واحد يريد يشرب شيء ياكل شيء كل شيء موجود. شباب سبحت شويه طلعت. اخوان هذا الجزيرة يسموها جزيرة بربروسا. هذا الجزيرة العثمانيين كانوا مسيطرين عليها يسموها جزيرة بربروسا. بربروسا اعتقد اسم تركي. حتى اكو مسلسل اسمه راح يطلع اسمه بربروس. هاي رجعنا الى سان نيكولاس. راح ناخذ الباص تقريبا نص ساعة ونوصل الى مدينة خيرسون ميسوس. اريد اصعد هناك فوق يمكن التصوير يكون حلو. اذا صعدت هناك فوق اكو درج اصور لكم اجواء هناك. الصراحه مدينه حلوه. وهذا الثاني هم راح يقفز. خلينا نشوف شلون راح يقفز. والله قفز شلون بطل. شباب رجعنا الى موقف الباصات. راح ناخذ الباص ونرجع الى الفندق. تقريبا في 40 دقيقة الطريق. وهاي هسه احنا حاليا بالطريق الى مدينة خيرسينوسيوس الجزيرة اللي انا قاعد بها.
هذا مطعم وهم من كافتيريا وفي نرجيلة، شيء خوش قاعدة بصراحة.